لا ينبغي أن يعد السرطان كعقوبة إعدام، لكنه في اليمن أصبح كذلك. هذا ما اختارته منظمة الصحة العالمية للتعبير والتحذير معاً عما أصبح عليه حال المصابين به. 35 ألف يمني يعانون من المرض، بينهم أكثر من 1000 طفل. أغلبهم لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج، يضطرون للبقاء في منازلهم دونه، ينتظرون فقط الموت الذي يوقف آلامهم. هذه الجرعة الكيماوية اللي ناخده يعني قيمتها باهظة جدا في السوق، يمكن صيدلية واحدة هي التي تبيع هذه الجرعة، فالكثير مننا لا يستطيع أن يشتريها. بالرغم من تزايد أعداد المصابين بالسرطان، إلا أن المراكز المعنية في علاجه قليلة، منها هذا المركز في العاصمة المؤقتة عدن. يقطع المرضى المسافات الطويلة للوصول إليه أملاً في النجاة. السفر تعب، من محافظة أبين إلى البريقة نستأجر السيارة في 30 ألف، من نجيبها من القرية لهنا. شحة الإمكانات والأدوية بالإضافة إلى كثرة أعداد المرضى جعل المركز يواجه الكثير من الصعوبات، إلا أن الآمال المعقودة عليه تفوق الحد، خاصة مع تماثل بعض الحالات للشفاء في ظل مناشدات كثيرة لدعمه. قدمنا الخدمات العلاجية لأكثر من 5600 حالة. هناك عدد حالات شفيت تتجاوز 100 حالة. نحن نفتقر إلى الجهاز الإشعاعي، الجهاز الإشعاعي الوحيد اللي في صنعاء، وأنت خاصة الحرب نتمنى اليوم لفتة إنسانية من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن يوجه يعني من ضمن خطته لعام 2019 بشراء هذا الجهاز. الهروب من الموت يكلف مرضى السرطان الكثير، وتكلفة الشفاء منه تكون أكثر خاصة في ظل ظروف الحرب، لذا تعلو النداءات وتتكرر من المنظمات المحلية والدولية والمراكز المعنية لعلاج هذا المرض الخبيث وتوفير اللازم للوقاية منه أولاً ومن ثم علاجه.